you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. هي سهرة حب، سهرة حب وقت اللبناني بيحك ظهر غيره، يعني بيساعد غيره بطريقة يعني بعبارة مختلفة، بيقدر يعمل عجيب. وأنا بشوف أنه من تحت كليتنا حول قيم معينة فينا طبعا نواجه المستحيل، ما في شيء مستحيل. أنا شفت ظروف فنانين زملاء متردية جدا وتحت الصفر، وهالشي بكيني وخليني أفكر بمشروع يقدر يساعدهم ويسندهم حتى لو لسنة واحدة. وبتمنى أنه هالمشروع هذا يتكرر دائما، وهالحفل هذا يكون حفل سنوي، ما ضروري بعيد الميلاد بس بمناسبات مختلفة. واتصلت بأصدقاء عديدين من فنانين، من تقنيين، موسيقيين، وطبعا من رجال خير وأيادي بيضاء، والكل لبن نداء، واجتمعنا حول هذه القيم. ولح نقدر نساعد مجموعة كبيرة من الفنانين غدرهم الزمن يمكن والعمر والبلد والتحديات العديدة والمشاكل المختلفة. وبحب أقول لهم أنه نحن إلى جانبهم قد ما فينا، الله يقدرنا على اللي عم نقدر نعمله، ولح نعمل أكثر إن شاء الله. أول شيء بدي أشكر ريكاردو أنه سلمني هالمهمة، وجربت قد ما في نقاطي هيك نفس أمريكا. كان عبالي هالكريسمس قد ما نحن عن جد قاطعين بظروف صعبة كان بدنا نفس إيجابي، فإن شاء الله تكون وصلت الرسالة. بنفس الوقت أكيد ما كان فينا ما نضوي على الأحداث اللي عم بتصير ونعطي لفتة للأشخاص اللي ما عم بيقدروا يعايدوا هالسنة. بدي أقول أنه كتير انبسطت أنه أشتغل مع كل الفنانين اللي كانوا معي على المسرح. في كتار منهم أنا أول مرة بتعاون معهم، يعني تنوع بالستيل الموسيقي كتير كبير. بالأول عتلت هم شوي، بس السينرجي اللي صارت هيك، هالجو الحلو الإيجابي اللي صار، هيدا لبنان وهيك لازم يكون. وحلو أنه نكون عم نجتمع بمناسبة، أول شيء عيد الميلاد أكيد، وتاني شيء أنه يكون في من وراها هدف مساندة الفنانين. يعني بتصور هيدا لإلي أحلى هدية عملتها لحالي هالسنة. هالترجمة يعني أنا اعتزلت الغني، وبس لما حكاني ريكاردو ما كان فيك تقول لا. يعني بهيك موضوع، هذا موضوع إنساني ما عاد خص الفن أو واحد إذا شغله أو ما شغله، ما في. لأنه مثل ما أنا بقول بلبنان ما حدا في فوق راسه خيمة. يعني هول الفنانين اللي نحن واقفين على 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 أكتاف عمالقة إجوا قبلنا وبنيوا كل شيء وعمروا لنا ومهدوا لنا الطريق. ما حلو الموقف والوضع اللي وصلوا له، كتير بيوجع القلب. يعني سؤال شيء إذا فينا نحن بالشيء اللي بنعمله أصلا، يعني ما بنعمل هالجهد الإضافي، تمرنا وحضرنا بكل محبة وعملنا وانبسطت كتير أنا قدروا أنه أملونه على القليل الانشورنس، الميديك الانشورنس، أنه ما يتبهدلوا بالأدوية بهيدا، بس ما طالبين أكتر شيء. لأنه بالنهاية بنعرف ما عنا دولة ونحن ما نتكاتف مع بعضنا ونساعد بعضنا كفنين، ومثل ما قلت لك فيها تصير مع حيالله واحد منا. التجربة كانت كتير حلوة، وبدي أقول أن غرام ميرسي لتكريم ولريكاردو، لأنه الليلة حسيت أنه برغم من كل العجز اللي عم حسه شخصيا بالوضع اللي صاير، أنه وظفت صوتي بالمكان الصح وللسبب الصح. ميرسي بوكو، هذا عن جد it was a pleasure، وكان إلي الشرف أن أشارك المسرح مع فنانين هالقد مخضرمين وبعقده. التجربة كانت حلوة، لأنه بفتكر هذه
اول مره بتصير انه كذا مغني يجتمعوا كرمال يساعدوا فنانين بقيه. كانت مبادره كثير حلوه من ريكاردو كرام، ومبادره حلوه من الزملاء اللي كلهم حبوا يجوا ويتمرنوا ويشتغلوا. وبهالموسم اللي نحن عنا فيه كثير شغل، انه نبدي هيدا المشروع على غير شيء، رغم انه هو مشروع اذا بدك ما عنده مردود مادي الا لهالاشخاص اللي هن بحاجه لها. Yeah.